غفرة الموسم هذه استعملت وكأن حجة ضد الفلاح، على أساس اللي راهو كان ما تبيعش توا توا السوم يولي ب 200 فرنك، لأن ثم وفرة كاملة للإنتاج، ما تلقى وين تبيع الزيتون نتاعك. فناس اللي ملزوزين والكل يبدأ يرغب، يقول لك والله نبيع ب 400 خير من اللي ما ثماش، ولا ب 500 ولا ب 600 خير ما ثماش. شكون اللي يروج في الإشاعات هذه والدعايات، واللي عامل هذه الحملة الكل؟ هم السمسارة، المنتفعين الكبار الحقيقيين هم السمسارة والمصدرين اللي متمعشين منها معناها اكثر من الفلاح 10 مرات، هم الدخلاء، هم السمسارة، هم الوسطاء. احنا ننتجو زيت الزيتونه، واحنا زيت الزيتونه معروف، معناها زيت الزيتونه نتاعنا معروف منذ القدم، وتونس كانت لو غروني دو روم حتى في زيت الزيتونه، معناها مش كان في القمح. ونصدروا اليوم، يمكن الإجابة تجي في هذايا، معناها خاطر نصدروا اليوم في زيت الزيتونة متاعنا، ولكن في نفس الوقت زيت الزيتونة في تونس الثمن متاعه ولا باهظ ولا غالي برشا، وما عادش التونسي المتوسط ينجم معناها يوفروا بنسبة كبيرة برشا، ولا في كل يوم معناها ينجم ياكل بزيت الزيتونة. هذاك علاش فما بعض عادات اللي تبدلت، العباد ولاو ما عادش يطيبوا ريغوليرمون بزيت الزيتونة، معناها فما فرق. باش يرجع بالنفع على شكون؟ باش يرجع بالنفع على الناس كل، كسوسوا الوكيل، كسوسوا الفلاح، كسوسوا الدولة، خاطر الأكثرية مش يمشي الوسق، دونك ديفيز مش تدخل البلاد. الفلاحة معناتها اللي عنده صابة مش تتفرد أموره، الخدام مش يلقى ما يخدم، الوكيل مش يلقى الزيت، هذا مش منفع للناس كل، مش كان الفلاح. لو ريسك ماجور في الميدان هذايا هو اللي يد العامله، خاطر الزيتون جينيرالمون يهبط كل ما بعد، دونك العباد مش تلقى يد عامله صعيب شويه. نجمو نلقاو روحنا في سيتياسيون اللي نضيعوا برشا من صابتنا، تطيح في القاع وتمشي، وفهمت؟ خاطر مهما غلى ان فوا تابت راهي تطيح.